يحضر للدوري السعودي للمرة الخامسة، وهو الرجل الذي حكم من قبل نهائي السوبر السعودي. يعدي من تاليسكا، يمر المرة دي، هنا حكم المباراة يصفر خطأ على علي، ينقل في الجانب الأيسر متعب الحربي، علي الكورة محاولة الوصول إلى بعض الأحيان إلى 4-3-3، وضغط المرة دي من متعب، ترقب وحاضر داخل منطقة الجزاء. عدت المرة دي، هنا الخطورة لسانتي مينا، ولكن هنا تاليسكا لسانتي مينا يسدد، وتاليسكا مر فتاني. أرساتو هيقول إيه أرساتو؟ ما قرار أرساتو؟ أرساتو ركلة جزاء للشباب أم أرجنتين النصر جوانكا وراسي، راح لها روسي، لكن الشبكة عايزة كورة جوانكا عن طريق كريستيان جوانكا. 1-0 في الدقيقة 24 بعد أكثر. هنا اللمسة من بانيجا إلى جوانكا، شوف بيتحركوا البعض كويس إزاي، إداني يا لعيب، لسه ما كملتش كلمتي، لسه ما كملتش كلمتي، قلت لك لعيبة وسط الملعب بيلاقوا بعض. يقدم أداء رائع إلى الغنام، الغنام مرت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى سلطان الغنام. سلطان الغنام كان قريب من الهدف، الشكل كويس للشباب في ارض الملعب، وغريب يلف العرضيه العاليه يلعب، لكن عبد الرحمن غريب قطعها، لمسه للحسن لتاليسكا، النصر عن طريق تاليسكا يقلص الفارق والهدف الاول للنصر يصيب. لكن بص سلطان الغنام اتقدم ولعب عرضيه، خبطت سلطان الغنام الى الحسن، خطيره 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 خطيره، عاد النصر عاد النصر عاد النصر من الغنام الى الحسن الى غريب، النصر يعود في المباراه. كريستيانو كريستيانو عرضيه الى تاليسكا، لسه الخطوره الشباب، كارلو جونيور كارلو جونيور، وحلوه حلوه 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 حلوه، هرب جونيور عايز يمرر جونيور، حافظ عليها، ولكن هنا تدخل وصفاره وانذار على كارلو جونيور مع الكره، غسلان اللي مرر الكره الى جوستافو على الارض لرونالدو، رونالدو 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 رونالدو، صاروخ مانيرا الثالث للنصر، الثالث للنصر، الثالث للنصر، كريستيانو رونالدو، 3-2-1 كريستيانو نمبر 1، يا سلام يا سلام كريستيانو رونالدو يا